بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيبات السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وصحة وعافية. رب حبيباتي الغاليات، رمضان مبارك علينا وعليكم. اليوم الروتين ديالنا هو دخلوا معنا الكوزينة وتشاركوا معنا الفطور ديالنا والعشاء والسحور. حبيباتي الغاليات، ما تنساوش الدعاء الدعاء الدعاء، الله يجازيكم الدعاء، يرفع عنا الله هذا البلاء عن المسلمين أجمعين كاملة، والله إن شاء الله يوفق الجميع ويهدي الجميع إن شاء الله، ويومكم سعيد. دخلوا معايا نكملوا هذا الروتين ديالنا. حبيباتي الغاليات، هنايا عندنا الصابون. كما بالزاف البنات كيقولوا لي الماكينه اوتوماتيك، انا راه عندي الماكينه اوتوماتيك، ولكن انا كنفضل هذه لان كتجمع الحوايج في نهار واحد، كنصبنها في نهار واحد. فاش كنطويها نطويها في نهار واحد. الماكينه اوتوماتيك كتعرفوا كتبقى ديري ماكينه وتنشريها وديري الماكينه الاخرى وهكا، يعني كل نهار عندك تقريبا ماكينه او جوج، هذا الا كان عندك دري صغار. اما الا كنتي سميك راه ديري جوج ماكين ثلاثه في السيمانه، ولكن ما كيجوش تقريبا لانه انا عندي بيت الصابون طلع هبوط وداكشي. لهذا كنفضل، وكتبقى كل مره انت عندك الحوايج خاصك تطويهم، لهذا كنفضل ندير الماكينه العاديه كنجمع كل شيء. ولكن انا البنات اللي عارفاهم عندهم التربيه وعندهم الخدمه بزاف وهذا ما يعني ما يقدروش، لهذا انا غير كنوريكم الروتين ديالي. هنا يا حبيباتي عندي هاد الزريبيه بقات صغيره، كل شيء صبنته قبل رمضان، ولكن هذه كانت مفرشه في قاع الدار في بيوت الناس وحيدتها مؤخرا، يعني حيدتها صافي فاش اخر يوم قبل رمضان، وقلت خلا هي وجوج كواش صبنتهم معايا انا. كان الجو زوين في وقت الفري، اول حاجه كنديرها كنشطب السطح هو الاول. من تي درت هذوك المحيقات رانا ماشيين وكنديروا المحيقات في السطح. حيباتي اول حاجه درت هي سقيت الماء مزيان وشديت هذوك الكواش ديالي، فركتهم جوج فركات، درت لهم جوج روس. انا دائما الكواش ديالي كندير واحد الطره ديال الجبيل، واحد نص كاس ديال اتاي في البانيو، عاد كنحط فيه الكاشه، ما كنكبوش على الكاشه مباشره، كيحيد ديك الروائح وكيعقم الكواش. والكواش دابا خصنا يعني مع هاد الوباء خصنا نشمسوهم بزاف. عندي حبيباتي الغاليات، هنا كتشوفوا كمان الصابون ديالنا، الزريبيه طويناها هكا برمناها وحطيناها على الكراسه. قبل كنت سرحت الكواش الكاشه على اربعه ديال الكراسه باش تستقطر، كاين الكراسه عاوتاني في الكوزينه راها دخلناهم حتى يستقطروا باش ما فيها ما يطلعوا تاني السطح. هنا نشرناهم، سيقنا السطح، الجو تغير تقلب النهار. غادي دابا نهبطوا للكوزينه نصوب سطيلات نرتاح واحد شويه، نصوب سلطه ديال الحوت ديال الدجاج، نديرهم في المجمد لهاد الايام المباركه، وغادي نديروا الفطور ديالنا. هانتوما معكم معانا في الروتين ديالنا حبيباتي الغاليات. هاد الروتين هذا غادي ندير فيه واحد العجينه نخرج منها خمسه ديال الاشكال، تقدروا تخرجوا منها اكثر. المهم هنايا عندي 20 غرام ديال الخميره ديال الحبيبات، وعندي معها تقريبا 30 حتى 40 غرام ديال السكر سنيده، لان السكر كيكون ثقيل نفس الحجم ولكن ثقيل. عندي الملح ما غاديش نديرو دابا، وعندي هنايا شويه ديال 600 غرام ديال الطحين الفورس الابيض. البنات قالوا لي هاد الايام ما خصناش نستعمل الفورس وهذا، راه هاد كاين بعض المخبوزات ما كيصلحو غير بالفورس بالدقيق الابيض. هنا عندي الماء الدافي، غادي ندير شويه الماء الدافي وغادي نحرك هاد الخميره ديالي حتى تنسجم. هنا تقريبا درت كاس لا ربع ديال العنبه ديال الماء، عارفه القياس ديالي، درتو دوب فيها الخميره غتفاعل واحد شويه، غنحطها هنا خليها تفاعل واحد شويه، ملي تفاعل ما خاصنيش نهبطها بالذره. هاتي هنايا الخميره ديالي تفاعلت، هانتوما كتشوفوا بحال هكا، بسم الله توكلتو على الله. غادي ندير دابا الطحين، هاد 600 غرام كامله، واللي بغى غير شويه يدير نص الكميه او ثلث الكميه، يعني تقدري تقسميها. المهم قسميها باش تخرجي فيها الاشياء اللي انت بغيتي. غادي ندير دابا الملح، شويه الملح، غادي نوجد كاس العنبه عامر بالماء الدافي، وغادي ندير العجينه ديالي نضرب. بسم الله توكلت على الله. حيباتي هي العجينه ديالي شتوها بحالاش، ماشي قاصحه وماشي رطبه بزاف. غادي نمسح دابا الطاسه ديالي من هنايا، نمسحها من برا طبعا، وغادي ندير على يديا شويه الزيت وندورها في العجينه ونغطيها ونخليها ترتاح غير واحد شويه ماشي تطلع. حبيبتي
حبيباتي الغاليات، لافوكا ديالي مجمد كما كتشوفوا، مجمد والحامض مجمد. غادي نطحنهم دابا، درت عليهم شويه الماء البارد، غادي نطحنهم. علاش بكري؟ لانه دابا مع هذا الوباء قالوا ما تشربوش حاجه بارده بزاف، غندير في القرعه ونخليهم مع الحامض، ما غاديش يخلي لافوكا تكحل. حبيباتي انا كنديرها في هذه القرعه، علاش كتجمع ليا وكتعصر ليا بزاف. غدير دابا شويه شويه ديال السكر، راه فيها قشره الحامض كما قلت، راه غادي نصفي القشره ديال الحامض باش ما ديرها مره. شويه ديال سنيده والباقي الا بغى شي حد يزيد يزيد، غير واحد شويه صافي. ها هي العصير ديالي، غادي نعصر دابا الليمون ونديرو في قرعه بيور، ما غنزيد لا السكر لا والو، غادي نقدمو معاه. حبيباتي ها هي العجينه ديالي طلعت، شفتوها ما خليتهاش تطلع بزاف. غادي دابا ندهن هنايا وغادي نحطها على هكا، غادي نقسمها على خمسة. ما ندلكوهاش، غير نرجعو الخميرة بحال هكا شوية. غادي نقسمها دابا على خمسة حبيباتي. حبيباتي الغاليات قسمتها على خمسة، واحد الجزء بغيت نخرج منه بطبوط، وواحد الجزء بغيت نخرج منه قرص، وواحد الجزء بغيت نخرج منه بيتزات، وواحد همبرجر، وواحد خبيزات ديال مقرصين بالسميده. الغاليات هنايا الا بغيتو تعجنوا شي عجينه وبحال هكا في رمضان وعندكم شي مناسبه جايكم شي حد على غفله، حاولوا تقلبوا على العجينه اللي تكون ديروا منها شحال من 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 صنف، ويكونوا مختلفين في الشكل ومختلفين في يعني مختلفين هكا في الشكل وفي الالوان، تقدروا بحال البيتزا في الاحمر وهذا. المهم حبيباتي هنايا الحاجه اللي غادي تقطعوا بها الا بغيتو ديرهم في بلاطو واحد، حاولوا تكون التقطيعه ديالهم واحده، يعني نفس الحجم، سواء بيتزا قرص همبرجر اللي كان يكون نفس الحجم. انا شديت واحد الكاس ديال الميكا، سرحت العجينه ديالي هنايا غير بشويه ديال الطحين كنسرح هنايا. غادي بديت بالبطبوط هو الاول، غنحيدو ونغطيه ونخليه يخمر. حبيباتي الغاليات قرصت هذا الهامبرجر، حيدتو عليا ولكن قلت واش الكاميرا كتصور، لقيتها ما صورتش هذاك المقطع فاش قرصت الهامبرجر، لكن غادي يبان فاش غادي نديرو في الفران وغادي يبان من بعد. وهنايا كنقرص البيتزا، البيتزا كنرققها شويه كنسرحها مزيان، ما ثقبتهاش، تقدروا تثقبوها هي الاولى عاد تقطعوها، انا ما ثقبتهاش هنايا. المهم قطعتها وخليتها نفس الحجم. الا المهم جوج استوس غنعطيكم، الا بغيتو تقطعوها بالزربه يعني ما مساليينش، قطعوها بالزربه 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 هكا شكلوها. علاش؟ باش ملي كتكون ترجع فاش كتقطع العجينه كترجع واحد شويه، كتكون ترجع كترجع في نفس الحجم، يعني كلها غتشد نفس الحجم. كنتي بغيتيها انت عندك الوقت سرحي العجينه خليها واحد شويه ورجعي عاد تقرصيها. علاش؟ داك الشويه كتخليها كتكون هي وقفت، وملي تقطعيها ما غاديش تحزم يعني ما غاديش تنقص داك الحجم ديالها. حبيباتي الغاليات هنايا سرحت داك الطرف اللي غندير منه العجينه، اللي غندير منها القرص. هنايا انا كنخدم بسرعه، البنات انتم ما ديروش هكا، غطوا العجينه ديالكم. انا سريعه في الكوزينه ديالي اصلا، خدمتي كل شيء انا كنخدم بسرعه. تشوفوني العجينه ديالي ما غطيتها، ما درت لها الزيت ما والو، وكتشوفوها ما دارتش ديك القشره. علاش؟ لاني كنخدم بسرعه. انتم تي البنات كنصح حتى بنتي كنقول لها غطي العجينه حتى تخدميها بشويه. هنا غادي القرص غنخليه مغلاضات شويه، واخا غلاضات راه يجيو فشفشين غادي تشوفوهم في الاخير، وغادي نسرحهم غادي نقطعهم بنفس الحجم اللي قطعت به كلشي، وغنديرهم في البلاطو في الطاوله الفران اللي فيها الهامبرجر. حبيباتي هنايا اخر طرف ديال العجينه هو ديال الخبيزات المقرصين بالسميده الرقيقه، داك البقايا ديال العجين طبعا فاش كنقطعوا العجينه كتبقى هذاك الطريفات كنجمعهم. كل حاجه غادي نكمل بها على الصنف ديالها. وهنايا هما لانهم كترجع فيهم الخميره غطيتهم بالمنديل. هاد الخبيزات كنشدهم كنسرح العجينه كامله حتى هي كنقطعها بنفس الحجم. طبعا ملي كنكون سرحها كندير لها السميده الرقيقه من هاد الجهه ومن هاد الجهه. الا شتها من الخطاط كتبغي تشد لها العجينه ناشفه وتبارك الله زوينه، كندير لها كندهنها بشويه الماء وصافي، وكندير لها السميده ونقطعهم كنديرهم في الطاوله حتى هما يخمروا ويطلعوا مزيان، وغادي ندخلهم للفران. هنا حبيباتي فاش قرص الخبيزات ديالي اللي مقرصين بالسميده درتهم في الطاوه وخليتهم يخمروا، غطيتهم بواحد المنديل وخليتهم يخمروا. مشيت دزت هنا البيتزا درت لها بالفرشيط ثقوب يعني باش ما تنفخ، ودرت لها شويه ديال الصلصه ديال البيتزا،
شويه الفرماج، واحد الزيتونه، وهكذا ودخلتها مباشره للفران باش تطيب. حبيباتي الغاليات، طلع البطبوط ديالي واحد شويه، ما كنخليهش يخمر بزاف. علاش؟ لانه الا خمر لكم البطبوط بزاف راه غادي تفتح يتشقق في المقله. كتسخني المقله ديالك حتى تسخن مزيان، كتنقصي عليها وكتهزي البطبوط ديالك كديريه، وغير يبدا يشد شويه، قلبيه وبشويه، ملي تقلبيه ما تضربي به وما تضغطيش بصباعك. ثانيا حبيت نعطيكم واحد لاستوس او واحد الفكره او شي حاجه اللي كيديروها كلشي السيدات. الا كنتي مقرصه البطبوط ديالك بالسميده او بالفينو او باي دقيقه حرش وطاح في المقله راه كيتحرق، غير تحيدي البطبوط، مسحي المقله باش ما يجي يهزو البطبوط الاخر. المهم طيبت هذه الطيبيطات ديالي، كنت البيتزا كانت طابت، حيدتها من الفران، درت موراها الخبز، عاد درت الطاوله اللي فيها الهامبرغر وفيها القرص، كيجو هشاش زوين. 600 غرام ديال الطحين حبيباتي كتعطيكم واحد الكميه كبيره، بلا بيض بلا زيت بلا بلا زبده بلا حليب بلا والو، العجينه ديالهم مرطبه. السر هنا في هذه العجينه هذه هي كتخلي الخميره كتطلع مزيان مع شويه، ماشي بزاف عاوتاني حتى دير دوك الفقاعات بزاف، غير تبدا تطلع مع شويه ديال، تحركيها مع شويه ديال الطحين وشويه ديال السكر بلا ملح. الملح كتخليه هو الاخير، لانه الملح هو اللي كيهبط العجينه ديال بزاف ديال البنات وكتجي قاسحه. العجينه كتبغي تكون مدلوكه وتكون رطبه. البنات اللي ما عندهمش الوقت يدلكوا العجينه كديريها في شي علبه ديال البلاستيك وكتسدينيها وكتسدي عليها، او شي ستيل ديال البلاستيك، او غير كيس ديال البلاستيك كديري فيه العجينه ديالك وسديه وخليه نسايه واحد شويه، غتجي تلقايها رطب بحال الا دلكتي. هذا بالنسبه للعجينه ديالنا. حبيباتي كتشوفوا بلاطو تبارك الله شحال عطاني، عطاني كميه كبيره بزاف، يعني راه تديك يومين ثلاث ايام، هذه راه تدينا ثلاث ايام ان شاء الله. والبنات اللي ما بغاوش يحتفظوا بها كديري كميه ديال الدقيق قليله وخرجي من هذه التشكيلات. حبيباتي بالنسبه للحريره ديالي انا ما كندورهاش، كنطيبها كامله وما كندورها، كنفرقها كنديرها في الثلاجه كما قلت لكم. هنا خرجتها من الثلاجه، هزيت جوج مغارف، غادي نزيد عليهم الماء، غنزيد عليهم شويه ديال الملح، وغادي نخلي غير شويه ديال المقياس ناد الماء ثلاثه تزلاي صافي، غنديرهم حتى يفيضوا مزيان، عاد غادي ندورهم بالطحين. كيكون القياس يعني ما نضيعو، هو اللي ندير له الطحين باش ما تبقى عندي كامل. حبيباتي الغاليات، هاد الحريره اللي نقصت في الثلاجه ما دورتهاش بالطحين، ها هي كتشوفوها خضره، ما دورتهاش بالطحين، هذه غير القوام ديال الحريره طايب هنايا، وراه ما درتلهاش الزيت، انا ما درتش الحريره، ما بقاش كندير الزيت للحريره ديالي. هنايا درت جوج مغارف فقط، وهذه غادي نرجعها للثلاجه حتى نبغي منها ندير منها. حبيباتي الغاليات، هذيك 600 غرام ديال الطحين اللي درنا عجينه وحده خرجنا منها تبارك الله، شوفوا بلاطو كبير، راه كبير هذا البلاطو هذا، على هذا الهامبرغرات، هذا البلاطو هذا، شوفوا تبارك الله هذا البلاطو قداش، ها نتوما راه كبير ماشي صغير. خرجت ليا 13 هذا ميني بطبوط معمر عمرناه، 14 بيتزا، 13 خبزه درتهم ديال هذا مقرصين بالسميده، خبيزات صغار اللي بغاو ياكلهم بالزبده بلديه، وسته ديال القرص هشاشات، وهنا عطيني الخبز والبيتزا، وخرج ليا 6-7 ديال الهامبرغر، نتوما 7 ديال الهامبرغر. كلشي درتهم حجم واحد، قطعتهم بواحد الحجم حجم واحد في الكبر، وهانتوما تشوفوا ما شاء الله شحال كيخرجوا. حبيباتي الغاليات، هنا فاش كملنا قادين هذاك الشيء ديال الفطور ديالنا، ان شاء الله راني غادي نعطيكم الجدول ديالي اليومي انت نفيق شنو كندير بالتفصيل الممل في الفيديوهات الجايه. هنا حبيباتي الصاله ديالنا كما السيجور ديالنا كما كتشوفوا رانا زيناه بالقنادل، درنا زيناه، درنا هذا المهم الزينه، انتما كتشوفوا كيعطي داك الشيء منظر زوين، خاصه ملي تسدي الشراجم وكلشي، راه باقي ما ودى المغرب قريب يودن، ولكن ودايرين هذا القران في التلفازه ولكن ما قدرتش نحطو لانه كتكون عليه حقوق. هنا حبيباتي المائده ديالنا عليها كما كتشوفوا اللي داكشي اللي حضرنا، عندي هنايا هذاك البلاطو ديال المملحات، وفيه الحلو اللي هي القرص واخا ما فيهم السكرش بزاف، وعندي بقاو ليا 6 ديال الطاقتلات من اليوم السابق، فيهم التفاح والبنان، وحده درنا ليها غير اللوز مع ديك الكريمه، الحريره، التمر، السلو، العصير ديال الافوكا، العصير ديال البرتقال،
والعصير الافوكا بالحامض والبرتقال بوحدو بيور، يعني ما فيه حتى شي حاجه نزيد. تميره شويه ديال الشباكيه كما قلت، زيت ارغان، الله يجعل البركه. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر، الله يدومها نعمه علينا وعليكم، والله ان شاء الله يكثروا خير، والله يشافي جميع البشريه، والله يبزع لنا هذا البلاء وهذا الوباء وهذا الامراض على البشريه كامله يا رب العالمين، والله يحنن القلوب بين البشريه ان شاء الله، وبين العائلات وبين الاسر وبين كل شيء. نتمنى حبيباتي هذا الروتين يعجبكم، واني بكم وراني نحبكم لله، وما تبخلوا عليا بالدعاء واللايكات، وتشاركوا القناه ديالي مع المحبين ديالكم، وما تنسوني بالكومنتيرات، راه كيشجعوني الكومنتيرات ديالكم، واني بكم وراني نحبكم كاملين، ورمضان مبارك سعيد.